عضو ائتلاف دولة القانون. أستاذ الجابري، إلى أين وصلت المباحثات؟ كان هناك حديث عن أن اليوم سيكون هناك لقاء وصف بأنه مهم وحاسم بين السيد المالكي وسماحة السيد عمار الحكيم وكذلك الدكتور إبراهيم الجعفري. هل تم هذا اللقاء أم أنه سيتم؟ وما هي الأمور التي ستناقش في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أتحدث عن قضية مبدئية، وهي أن الائتلافين قد قررا أن يكونا الكتلة الأكبر في البرلمان، وهذه قضية مصيرية لا يمكن التراجع عنها، وهناك إصرار وهناك يعني قرار نهائي للائتلافين بالاستمرار في هذا المجال، ومن خلال الحوارات ومن خلال تغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة سيصل الائتلافان بالنتيجة وفي النهاية إلى هذا القرار الذي هو مطلب الجماهير العراقية، مطلب الشعب العراقي. ونحن نعلم أن مجرد الإعلان عن الائتلافين ومجرد الإعلان عن اندماج الائتلافين بدأ الحراك السياسي وبدأ الأمل في التوصل إلى حلول، وإن شاء الله في هذه اللقاءات وفي هذه الحوارات سيصل السياسيون وقادة الكتل إلى اتفاق حول هذه المسألة. طيب. لقاء المزمع بين السيد أنا بالحقيقة لم أعلم أنه عقد أو لم يعقد هذا اللقاء، ولكن هو لقاء مهم يمثل أطراف مهمة في الائتلافين، وأظن أنه سيكون بادرة خير وستحل كثير من العقد، وخاصة إذا علمنا أن العقدة الأكبر هي قضية رئاسة الوزراء أو منصب رئاسة الوزراء. وأنا كل أمل وثقة بأن الأطراف ستصل في النهاية إلى اتفاق حول هذا الموضوع. طيب أستاذ الجابري، المهلة التي حددها الائتلافان لإعلان التحالف قد انتهت يوم أمس وتم تمديدها لعشرة أيام، هل تعتقد أن هذه الفترة، فترة العشرة أيام، ستحل خلالها المسائل العالقة وأهمها كما ذكرتم مسألة تسمية رئاسة الوزراء، وهل اجتماع اليوم يصب في هذا السياق؟ نعم، هنا يعني الحوارات مستمرة لإعلان اسم للائتلاف الجديد وتعيين رئيس لهذا الائتلاف، ثم الاتفاق على رئيس الوزراء وفق آليات وضعها الائتلافان. وأنا سأقول لك أن الحرص الموجود عند الطرفين وعند كل الأطراف المؤتلفة في هذين الائتلافين، حسهم الوطني وحرصهم على العملية السياسية وعلى مستقبل العراق وعلى الوفاء لجماهيرهم وقواعدهم الذين خرجوا إلى الانتخابات رغم التحديات ورغم الصعاب، الشعب العراقي أدى ما عليه، الشعب العراقي أثبت أنه جدير بأن تكون له حكومة تعبر عن طموحاته، وبقيت الكرة في ملعب السياسيين، عليهم أن يرتفعوا ويرتقوا إلى مستوى هذا الشعب ويغلبوا كما ذكرت المصلحة الوطنية العليا ويتفقوا على رئيس الوزراء وعلى رئيس الائتلاف الجديد، وعندها إن شاء الله سنسير باتجاه تشكيل الحكومة. نعم. وإنصاف، ويعني الشعب العراقي ينتظر هذه اللحظة لتقديم الخدمات وتقديم والبدء بالإعمار والاستمرار في محاربة الإرهاب. طيب أبقى في بغداد لكن أنتقل إلى الدكتور خالد السراي. دكتور خالد السراي، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التحالف بشكل النهائي، تسمية هذا التحالف، تسمية رئيس له ومن ثم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من قبل التحالف، لكن الفترة انتهت يوم أمس وتم تمديدها إلى 10 أيام مقبلة. دكتور السراي، ما هي التبعات السلبية لهذا التأخر والتبعات التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي؟ عزيزي أستاذ محمد، الطروحات المتفائلة المطمئنة المبنية على النوايا الحسنة هذه كانت تنفع قبل 20 يوم وقبل شهر. الآن التوقيتات الدستورية أصبحت ضيقة وملزمة، والمفاجآت في الساحة العراقية وحجم الترتيب للمحيط الإقليمي للقضية العراقية وتصرفات أو طبيعة مسيرة الكتلة اللي لحد الآن الفائزة الأولى الكتلة العراقية
تخلي الأمور لا تثير هذه الدرجة من الاطمئنان. يعني ائتلافيا المشتركات معروفة، التاريخ النضالي معروف، وحدة الأهداف معروفة، حجم المؤامرة على العراق معروفة، قاعدتكم الشعبية وأملها بيكم معروف، وانت تجي لحد الآن أعطني خطوة عملية واحدة. أنا أحكي بصفة المواطن اللي حريص واللي همه أن ينجز هذا المشروع. أنا أتحسس أنه أكو إشكالية عميقة متى تعلن. إحنا ما محتاجي الآن الجمهور ما يريد بس تفاؤل، لأنه التفاؤل بتصريحات متفائلة والنتيجة اللي تنبني عليها شنو هي؟ تعلم سيد الكريم بعد هذا الطرح مال الائتلافين شنو المفاجأة وش رأي ترتب من عملية يعني ما نقول تدمير العملية السياسية بس على الأقل إضرار بالغ بيها، وكيف ممكن أن المشاريع المحيط الإقليمي تحقق نجاحات إذا هذا الائتلاف، وشنو انعكاسه على جمهورهم وشنو انعكاسه على الساحة العراقية بصورة كاملة. الآن إذا أنت لحد هذه اللحظة ما منجز لي اسم للائتلاف، نرجع ونقول التوقيتات الدستورية أصبحت ضيقة ملزمة، يعني المحكمة الدستورية راح تصادق وممكن أن يرتب وضع ويدعى مجلس النواب للعقاد. زين لما تجي حتى طبيعة الآليات سيدي هي مسألة تراضي وتوافق الآلية الأولى، والآلية الثانية 80% ما كنت شيء، لأنه إذا ما صار تراضي وتوافق أنت كيف تجمع لي من ال 14 80%؟ يعني وإذا بالتفاوض ما تراضوا راح ينطوني جهة راح تتنازل للجهة. والأخطر من هذا أنا في تصوري الآلية الثالثة اللي تقول أنه نروح المجلس النواب احنا الكتلة الأكبر ما يخالف ونترك لهم خيار يترشح عن طريق آراء الكتل الأخرى. أكو كتلة تقبل ترتضي عندها 159 نائب، كتلة أكبر أنه تخلي خياراتها الحاسمة المنصب الأساسي اللي تتمسك به اللي اسمه رئاسة الوزراء تقبل أنه تترك لخيارات الآخرين. أنا اللي أتمنى الإخوان يفكرون بالقاعدة الشعبية، الإخوان نوايا مصادقة، الإخوان يخلون أمامهم حجم التآمر، خل تنجز، لأنه إحنا مدلقة كمواطنين نسمع أكو تحفظات من بعض الأطراف على بعض الأطراف، قد تكون صحيح وقد تكون مقبولة، قد تكون بالمسيرة الحكومية، ونعرف إنه المسيرة الحكومية 4 سنين كيف لغمت الحكومة تلغيم من بعض الكتل، صعوبة حجم المؤامرات اللي كانت، بس النوايا صادقة. يعني ما ممكن انه تعدون برنامج متكامل لرئيس الوزراء وقادرين انتم تتالفون مع كتل اخرى. انا ما داعزل طبعا بالمناسبه العراقيه والائتلاف والتحالف الكردستاني، وتقدرون تعدون برنامج وقادرين اللي ما يطبق البرنامج تتفقون على ازالته وسحب الثقه ويبقى المركز هو والموقع موجود لكم. لكن كجماهير عاملوها بوضوح اكثر، ما معقول.